في إحدى قاعات معمل كهرباء الدوق يداوم موظفو شركة كهرباء لبنان الذين يسمون أنفسهم مهجرين من المبنى المركزي، يحملون ملفاتهم بلا جدوى وينتظرون العودة إلى مكاتبهم. هذا الوضع دفع بنقابة مستخدمي وموظفي المؤسسة إلى إعلان الإضراب حتى يوم الأربعاء. المبنى المركزي وبعد دوائر المؤسسة مقفلين صار لهم 3 أسابيع من قبل ناس هن تابعين لشركات خاصة مش تابعين للمؤسسة، وموظفيننا بقلب مؤسسة كهرباء لبنان ممنوع انهم يفوتوا ويطلعوا على المؤسسة. نحن هلا نية حاليا خايفين انه الوضع المالي اللي هو عدم اصدار فواتير وعدم جباية كهرباء رح تأثر انه رواتبنا يمكن ما نقبضها بقى. هذا الإضراب الذي التزم فيه الموظفون الإداريون لم ينسحب على الموظفين التقنيين المسؤولين عن تأمين استمرارية التغذية بالتيار الكهربائي، لكن إذا وقعت الأعطال تبدأ المشكلة. الموظفين اللي بيتعاطوا بالصيانة بالمعمل بيوقفوا الشغل تماشيا مع إضراب النقابي أو قرار النقابي، بينما الموظفين أو المستخدمين يلي هن الاستثمار يلي بيقوموا بتشغيل المكانات هودي ما فيهم يقدروا. في نقطة هون لازم نعرفها أنه الصيانة مقدربة، يعني إذا في مجموعة من هالمجموعات اللي ماشي تعطلت ما فينا نصلحها. هذا في مراكز المؤسسة، أما في مجلس النواب فملف مؤسسة كهرباء لبنان وقضية المياومين كان محور مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب تكتل التغيير والإصلاح. وزارة الداخلية وزارة العدل مطالبين كمان بهذا المجال أنهم يحافظوا على المؤسسات، وهون في سؤال برسم الرأي العام وبرسم السلطة التنفيذية، أين أنتم من هذه المشكلة؟ هذا لا يعني أنه ما في حقوق لازم تتاخذ، ولكن في طريقة لها الحقوق. أزمة الكهرباء حضرت أيضا في السراي في لقاء بين رئيس الحكومة ووفد من نواب بيروت الذين حذروا من أخذ العاصمة رهينة العتمة من أجل الضغط لحل المشكلة بين مجلس الإدارة والمياومين. إذن الأطراف السياسية لا تبدو مستعجلة لإنهاء هذه المسألة في وقت لا تغير المواقف السياسية شيئا في العتمة التي بدأت تغزو بيوت اللبنانيين أكثر فأكثر.